مرحبا بحضراتكم طبعا مرة كمان، وأكيد كلامنا لسه متواصل عن كأس الأمم الإفريقية واستعدادات منتخب مصر لمباراة غانا، وكمان أبرز المفاجآت، لأن بصراحة المفاجآت لا تنتهي يعني في الجولة الأولى لحد هذه اللحظة. كان نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل، صباح الفل. كنا بندردش قبل الهوا، بحب دايما اتكلم مع ضيوفي يعني قبل الهوا على طول، واستاذ محمود قلت حاجه عجبتني جدا، قلت لي احنا هنبقى عايشين في وهم لو فاكرين ان احنا هنفضل على المستوى بتاع زمان او تاريخ زمان، ومش مؤمنين ان اللي حوالينا بيتطوروا بيروحوا لحته تانية خالص. ويمكن ابرز دليل على كلام حضرتك ده مباراه امبارح. لا طبعا، يعني خليني ابدا مع حضرتك من هنا. لا انت لازم تبصي، والنظره دي يمكن اتاخرت شويه، وكان المفروض تبقى من البطوله اللي فاتت. يعني البطوله اللي فاتت انت عملت فيها ريكورد ما كانش حد يتوقعه، ورحت لعبت النهائي وخسرت بالظبط بركلات الترجيح. انت على مدار البطوله اللي فاتت، رغم ان الناس انتقدت الاداء الدفاعي المبالغ فيه من جانب كارلوس كوريش، النهارده بتتنضري بتقول يا ريتنا هنبدا كنا زي، مع انك انت بداتي بهزيمه من نيجيريا، وبعد كده الدنيا ايه تحولت تدريجيا. دائما البطولات المجمعه، البطوله تولد خلال البطوله. البطولة لا طولت تولد خلال خلال البطولة. البطوله، حلوة الجملة دي. يعني لازم يكون عندك الاصرار والحماس، لانه دي بطوله مجمعه، فانت يبقى عندك هدف كمرحله اولى ازاي تصعدي. الصعود بقى هنا ايه؟ انت طبعا المفاجاه في المجموعه اللي عندنا كان اداء كاب فيردي قدام غانا الكبيره. ما عادش خلاص في كبير وصغير في الكوره، خلاص صحيح يعني صحيح ايه صحيح. المساله اصبحت ايه؟ التزام، روح، طموح، رغبه، قوه بدنيه هايله. شفت فرقه بتجري في الملعب لغايه الدقيقه 90 ازاي؟ شفت حجم الاصرار والسرعه؟ شفت ادائهم؟ شفت منتخب غانا المدجج بالنجوم والاسماء؟ شوف لم تعد الاسماء هي اللي بتخوف، خلاص صحيح. على ارض الواقع بيقول لك ايه؟ انزل معايا الملعب. يعني اقعد اتكلم في الاستادات للصبح، بس وان انزل تو معايا وان بقى الملعب. لا قابلني في سيب لي الملعب، بقى من سيبك من تاريخك الكلام وغيره. ده والكلام القديم، خليك في دور، انزل معايا الملعب، صح. وريني روحك. يعني ايه؟ وريني يعني قدرتك وطموحك وروحك القتاليه، عشان احس انك انت، انا بواجه، لا ده انا بواجه منتخب مصر حاسب. يعني انت عملت هجمه، لا ارد عليك بثلاثه. فانت ايه؟ فانت المساله ابص على اخطائنا في 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 مباراه الافتتاحيه امام موزمبيق، وكله رايح والدنيا هاديه وهنكسب موزمبيق يا جماعه، وانت مش واخد بالك انك انت وانت بتقرف الاسماء قائمه موزمبيق، هتلاقي انه في ناس ايه لعيب بتلعب في دوريات كويسه. ده المهاجم بتاع سبورتنج لشبونه بتاعهم مصاب او موقوف ما لعبش، مدافع مميز ما لعبش. شوف قدرات اللعيبه عملت ايه معاك، شوف انت في 5 دقائق اتخطفت 3 دقائق في الجولين، لا يعني لا لا 3 دقائق لا، لم كان يكن في حاجة. المتوقع. يعني انت في حين انك انت ايه تفننت في الشوط الاول، بدل ما تستغلي الصدمه اللي انت عملتيها في اول دقيقه، هدف رائع جدا من مصطفى محمد، انك انت تكملي وتخلصي الماتش، وتبقى لعيبه بقى ده، واروح ساحب اللعيبه 5 واغير عشان الاجواء مش عاوز ادخل ايه. عاوزين نطلع بقى، بلاش حكايه والنبي، عاوزين نبطل حكايه ايه الطقس والمناخ لا، طقس ومناخ والرطوبه ده يتقال ودرجه الحراره. لفرق مش محترفة ومش منتخب مصر ماشي، اللي مر بكل الأجواء طيب تقريبا هل يعني. المشهد ده كله خلينا ايه؟ يا اما تاخد درس وتبني عليه وتكمل، يا اما بقى انت عاوز واحنا تخلص اخدنا اللي دروس كفايه، ما بتهيألي كفايه، لسه احنا هناخد. ما تعبنا من كتر الدروس. عايزين بقى نطبق اللي ما انا اتعلمناه من بكلم، الدروس فانت يعني. دلوقتي داخله فين؟ زي ما بقول ايه؟ ويمكن التصريحات اللي قالها الدكتور اشرف صبحي امبارح تصريحات مهمه جدا بدعم الفريق، وكل دوله عمل فعلا، الدوله عملت كل حاجه، ده حقيقي، وقلنا الكلام ده كل قبل اللي انتوا الخساره طلبتوه او اتعمل. التعادل يعني ايه اللي بالمناسبه. ناقص؟ يعني ايه اللي ناقص انك انتوا تورونا في الملعب؟ ويعني وايه اللي نازل زعلان؟ وايه كل لاعب ينزل يلعب 5 زي ويبقى نازل؟ يعني ايه نازل زعلان؟ لما تنزل في ال5 زي تثبت انك انت احسن من اللي كان موجود. وهتنزل ما اكتر. ترد يا سيدي، يعني احنا منتظرين منك ايه؟ صحيح. وبعدين المساله يا اما بتدافع عن تاريخك وتاريخ البطل اللي هو يعني كان بيسود افريقيا في فتره من الفترات، يا اما ما بلاش نقعد نتكلم كلام ملوش معنى. انت النهارده البطوله بتشهد انقلاب على الكبار. انقلاب على الكبار لا، بدا النهارده مصطلحاتك عجباني قوي يا استاذ محمود. والله حلوه. خلينا نقول مش مباراه واحده ولا اتنين لا 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 لأثبتت كده، هي البطوله فعلا عنوانها الانقلاب على على الكبار. الكبار. ايوه طبعا، صح، انت ما النهارده بقاش ليها خدي صاحب ما المجال لهاش او لسه. هنشوف بقى في الجولة الثانية الوضع هيبقى عامل ايه من انطلاقها ايه يوم الخميس. لكن انت لما تيجي تبص على المشهد، هتيجي ان ايه مثلا؟ مصر تعادل مع موزمبيق،
فتفاجئك. والله الواحد وهو بيقولها بيقول خساره، بيتلخبط بيقول خساره من الموسم. وتعادل ايه ده؟ تعادل بشق الانفس ده، هم هتجننوا. ده الصحافه بتاعتهم قالت لك كنا قريبين من الحلم. فوز على مصر هيبقى فوز تاريخي بالنسبه لهم، كان اول مره صحيح. يحصل ان هم يفوزوا على منتخب مصر. لكن انت ايه، احنا دايما نقول احنا متفائلين بوجود موزمبيق معانا، عشان لعبناها مره وكسبنا، لعبناها مره وكسبنا البطوله، فزنا عليها مره وكسبنا البطوله. فانت عاوزه ايه؟ طب انت خلاص مش حلو قوي الكلام الجميل ده، انا عاوزك بقى على الشغل على بس الأرض. انا عايز اسالك حاجه في كلام حضرتك ده، هل ده ممكن حد يجي يرد عليك يقول لك طب يا جماعه ما بالراحه شويه عادي، ما هي غانا خسرت، ما هي الجزائر امبارح اتعادلت من انجولا، فيعني دي مش ضربه بدايه وحشه قوي، ما الضربه بدايه وحشه على الكل، يعني هل ممكن ده يكون رد مثلا منطقي؟ ماشي، احنا ما قلناش ان احنا قفلنا الكتاب ويلا بينا نروح ونمشي، ما خدناش الكوره ايه؟ ومشي. لا ما قلناش، احنا بنقول ايه؟ اتمنى يكون في درس، يعني عشان احنا تعبنا من حكايه الدروس، اتمنى ان احنا كنت خدنا بالنا ان احنا داخلين على مباراه. لما اجي اقول يا ده مباراه غانا صعبه، يا سلام، لا والله فسحه. وانت رايح تلعب مع مين؟ اذا كنت انت مش واثق في قدراتك وعندك طموحاتك وواقف على ارض ثابته، والبطل لا يهمه، البطل يهمه واجه اي فريق ويكسب. صحيح. انت عليك انك صحيح. تلعب كورتك وتحترم المنافس وتقلل اخطائك. دايما بقولها لك، احنا اللي بنهزم نفسنا باخطائنا بتصرفاتنا، مش مش قوه المنافسين بس، لا انت بتشاركي بتصرفات وحركات ورعونه وعدم تركيز وكلام ملوش لازمه نقعد نتاجر بيه كل شويه. ما ينفعش يبقى عندك الفريق ومدير فني مصروف عليه قد كده، وبص على الاداء في الملعب بالطريقه دي، ما فيش جمله اتعملت في الماتش. يعني ايه مدرب يجي فيه جولين يقعد يتفرج وعامل يده على خده مش عارف يتصرف في الملعب ازاي؟ والجولين جم امتى؟ ده جم في 53. هو غالبا كان عنده صدمه يعني. لا لا صدمه، هو التصريحات بتاعته بعد كده كانت كلام لا غريبه جدا على فكره ومردود عليها. يعني ايه اصلح الاخطاء؟ ما كنت بتعملها قبل كده لما هي الاخطاء لسه موجوده. يعني عاوز اقول لك اخطاء ايه اللي انت تصلحها؟ وانت مش دارس واخد بالك ان كان ليك تجربه بس هي اخطائه هو استاذ محمود ولا اخطاء المنتخب اللعيبه؟ على فكره الكل يعني شريك. هو حط خطه مش مظبوطه، حط لعيبه في مراكز مش مظبوطه، ولا ده غلطه اصابه مش هيمسك رجل اللاعب ويحركها؟ يعني قولي لي ايه الخطه؟ انا ما شفتش خطه دفاعيه، انا شفت خطه. عارفه لو لعبت ايه؟ لو انت عارف انت في قدرات بتقول لك ايه وانت بتتفرج كده، لا ده المدرب عنده حاجه عاوز يعملها. يعني ايه هي؟ مش خطفي. لا انت كروش مثلا انتقدناه بما فيه الكفايه وقلنا انه عمل ازمات بس كروش كان دفاعي بحت برضه، بس احترمت فيه ايه؟ انه عارف قدراته فلعب على ايه؟ على اساسها، على اساسها عمل شكل ماشي، عمل بس ايه؟ وانت في المشوار عملت مباراتين مميزتين، عملت مباراه المغرب مميزه جدا وكسبت 2-1 وكان ممكن تروحي بنتيجه اكبر من كده، وعملت ورغم كده انك انت طلعت كوت ديفوار بضربات الجزاء، وطلعت اصحاب الارض قدام منتخب الكاميرون وسط جماهير وضربات الجزاء، ورحت في ايه؟ في ضربات الجزاء في مباراه. هنا كان المفروض في مباراه السنغال يتغير الفكر. السنغال فريق مدجج بالنجوم، عندهم ثقه في انفسهم وبتاع والكلام ده. انت كان حتى يعني لازم يكون في ضربات الترجيح لما خسرناها، انت شفت كان الضغط النفسي عامل ازاي؟ طبعا عليك، وهم ضغطوا عليك قبليها، قال لك لا ايه الفريق ده بيفوز بكل ماتش، بيعمل بيقفل وبيخلص بيلعب على حاجه هو حافظها. فحصل ضغط عليك، خسرتي. الازمه كانت بعد النهائي الافريقي، في انك انت هتقابل السنغال بعديها بفتره في تصفيات كاس العالم، المباراه الفاصله. لم تستفيدي، ما انا هو ده اللي بقوله، لم تستفيدي من درس أمم أفريقيا اللي أنت خسرتيها بركلات ترجيح، خسرت بركلات الترجيح في ملعب السنغال بصورة غريبة جدا، وأبرز لعيبتك ضيعوا وكانت صدمة بالنسبة لك. فاللي أنا عاوز أقوله إنه إذا لم يكن لديك ثقة وطموح أنت واحترام للمنافس وتقدير لحجم البلد اللي أنت بترتدي الفانيلا بتاعتها وألوان العلم، وإنك أنت وراك جمهور كبير جدا والناس منتظرة حاجة، تشوف الناس عاوزة تفرح ماشي، والحاجة الوحيدة اللي بتفرح هي كرة القدم، متعة الناس البسطاء ودايما بيجدوا فيها فرصة. انت لو شفتي رد الفعل بعد مباراة ده، لا شفته وتابعنا واتكلمنا وعرضنا، غريب جدا رغم كل الكل رايح وفاكر انه خلاص ان 3 نقاط في جبنة وهنخلص. الامل دايما موجود بس مين؟ موجود بروحك وبإصرارك، موجود بعملك، مش عاوزين كلام ومش عاوزين بقى فلان قعد مع فلان وكلام فلان كلم وجابه صح، لا يعني الناس عاوزة تشوف الكلام في ارض الملعب. مباراة غانا هي مباراة تحدي. نكون او لا نكون. سيبك بقى من اللي يقول لك ايه اصله، انت خلي بالك اي نتيجة سلبية في مباراة غانا ترتب عليها مواجهة مع كاب فيردي مش هتبقى، ده هتبقى
مباراه لا شوف لا بص على سيناريو الفرقه لا نتمناه اكيد. ما انا بكلم شوف وصل بينا الامر ان يصل بنا الحال انك انت تبقى عامله حساب مع كامل احترامي اكيد اكيد بنتكلم منتخب فنيا لا كافيردي نقلل لا يعني انت لما يصل بك الحال كده تبقى انت خايفه من اللي جاي يبقى لا يبقى في مشكله عندك. فانا عاوز اقول انه الناس كلها قدمت كل الدعم، الراجل اختار افضل العناصر من وجهه نظره، اتمنى ان يكون مباراه غانا دي مباراه انطلاق نحو اللقب. عندنا نقدر نقدر عندنا لعيبه عندنا لعيبه عندنا امكانيات بس عاوزين الروح عاوزين روح البطل تعود، روح البطل تعود بتركيز شديد في الملعب تقليل الاخطاء. بص انا هتكلم مع حضرتك استاذ محمود لازم يبقى في حاجه خارج الاطار على فكره. انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحه يعني مش هنتكلم على من بره او كهوامش في الكلام لا هتكلم في تفاصيل. خلينا نروح واحده واحده كده طالما فتحنا ملف المباراه القادمه. انا كنت عايزه اتطرق لمباريات امس بس خلينا نعود ليها مره ثانيه. خلينا دلوقتي في مباراه مصر وغانا ونتكلم بمنتهى الصراحه. المباراه اللي احنا لعبناها بتشوف مين مش يعني كان اداء منه متوقع تماما وتحديدا هبدا بالمحترفين، مين من المحترفين بتوعنا اللي شايف ان هو تقريبا جه زي ما جاش ومش بنقلل منه هو بنتكلم فنيا عشان برضو نبقى فاصلين ما بننتقدش شخص يعني بني ادم بشخصه بنتكلم عن فنيات. فمين من المحترفين شايفه لا مش هو ده؟ كلهم كلهم ما عدا عن ده تصريح خطير جدا ما عدا عن مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد ده تصريح خطير على فكره. لا لا كلهم ما كانوش في حالتهم. في حاجه غريبه كانت في المباراه تحس انه الناس تايهه مش شايفه. ده في كذا لقطه في كوره مثلا ضاعت من محمد صلاح الناس كلها مستغربه كوره نازله في منطقه الجزاء دايما صلاح بيحطها كده بشمال هناك في الزاويه. قلش نتكلم بصراحه اكتر قلش ليه محمد صلاح مع المنتخب المصري مش محمد صلاح؟ لا ما اقدرش اقول كده لكن هو انا بتكلم برضو فنيا لا ماشي ما اقدرش اقول كده لكن هو محمد صلاح برضو عليه ضغوط كبيره جدا وكابتن وطموح الناس عندها امل كبير وحتى الصحافه الصحافه بره مهتميه يمكن لمندى عمل التقرير وعملت ربط ما بينه وما بين ميسي. قالت لك ميسي قعد طول تاريخه نفسه يفوز ببطوله ايه؟ امريكا الجنوبيه ماشي ماشي يعني قعد قد ايه كل بطوله يخسرها لغايه ما تحقق الحلم في البطوله اللي فاتت في 2023 خلاص. قالت انه محمد صلاح عنده طموح انه الحاجه اللي ناقصاه انه يعمل ايه؟ يعمل بطوله افريقيا ويعمل مع ليفربول مثلا الدوري ويعمل مثلا او بطوله الاوروبا ليج فده في الفارق هيبقى ايه؟ كتب تاريخه خلاص وشكرا. بس ده لو حصل يعني باذن الله ما انا بقول لك فهو محمد صلاح الناس منتظره منه انه هو يكون يعني نمبر 1 الحقيقي ان هو يقدم الصوره اللي الناس عايزاها نفسها يشوف هو ياخد بزمام الامور في المواجهات زي دي يكون هو البطل ان هو عنده الروح هو اللعيبه شايفه النجم قائد. لكن في المباراه لم يكن حضور محمد صلاح بالصوره المطلوبه وده غريب جدا. مش محمد صلاح وتريزيجيه وخدي بقى عدي بقى زي ما انت عايزه بقى من ورا لقدام واحمد حجازي ومرموش وانا بكلمك ومحمد هاني ومحمد حمدي يعني الحاله العامه تشعري في الملعب انه اللعيبه مش قادره تمشي بالعافيه يعني انت شايفه التانيين كانوا عاملين حاله السرعه والضغط عليك ازاي انت ما عرفتش تضغط عليهم يعني حتى لما جات لك الفرصه ويعني ومنحت التقدم مبكرا كان محتاج انك تضغطي عليهم عشان تخلص الماتش. طب انا عندي سؤال تفسير حضرتك لده برضو او للحاله دي كان انا كالعاده اصل ده شعور يعني متكرر معانا اصل مباراه سهله فمش مهم اعمل قوي افورت او يعني ابذل جهد او اركز زياده او غيره داخل واثق في نفسي زياده استعداداتي كانت مثلا عاليه فانا داخل مش فارق معايا الماتش قوي يعني دي ممكن تكون الاسباب الحقيقيه. طبعا انا شايف انه لم يتم احترام منتخب موزمبيق بالصوره الكبيره جدا يعني ده متكرر معانا في كل المباريات السهله سواء على صعيد المنتخب او بعض الماتشات الخاصه بالانديه يعني انت لما تقعدي مش خلي بالك مش عاوزين دلوقتي ان هن هن يعني هنبوظ الدنيا. انت لما تقعدي على الموبايلات لغايه الصبح وتقعدي تتفرجي ومتابعه السوشيال ميديا كنجم لا انا ما اعرفش هل ده حصل فعلا؟ هتنزلي الملعب تعملي ايه؟ عرفت منين ده؟ هتنزلي الملعب تعملي ايه؟ انت عرفت منين ان هم كانوا على الموبايلات طيب؟ الله عايز اعرف لا هتنزلي منين؟ ما ممكن ما يكونوش كان معاهم لا لا الموبايلات معاهم ما بيسيبوهاش والله يعني انا عاوز اقول لك ايه؟ انه يا جماعه لابد من تقدير الجهد والدعم الكبير جدا المهمه اللي انتوا فيها المهمه يعني اللي انتوا فيها مهمه يعني هقول لكم ايه مهمه وطنيه لاسعاد
جانب مهم من الشعب المصري بيحب اللعبه ونفسه انه يشوف ان منتخب مصر ترجع بالبطوله. احنا عايز اقول لك هي مش مجموعه من الشعب، هو في ناس مالهاش في الكوره خالص، رجال وسيدات، بس لما المنتخب بيلعب يعني بيفرحوا لما المنتخب يكسب، هو مش فاهم حاجه. فرحهم لفرح اولادهم ولحاله العامه. في الاول وفي الاخر يعني عاوز اقول لك ايه، شوف انت لما رحت في 2017 ولعبت الفاينل وخسرت الفاينل في كام؟ في 10 دقائق في ماتش من قدام الكاميرون. ها تقدمت كنت الافضل، سبحان الله اتخطف منك الماتش بغلطتين. خلاص انت رحت الفاينل اللي فات وافريقيا بتعمل حساب قوي قوي كبير جدا لمنتخب مصر. ده كان مصر في الماضي بقى بسمع. لا وفي الحالي ما هو ده هيحصل لما ارجع تاني للمستوى بتاعي منتخب مصر. فالامر محتاج من محمد صلاح بصفته النجم والقائد والطموح كبير عليه، لا انه يكون اكثر شراسه من كده، انه يلم الناس اكتر من كده، انه ما ينامش، انه تفكيره كله ازاي ياخد المنتخب يوديه المباراه النهائيه، ازاي يرجع. واكيد انا ما عنديش شك ان محمد صلاح عنده كل الافكار دي في دماغه، يعني مستحيل ان احنا نتشكك في لا ده. لا مش شككناش، احنا بنتكلم على انه المفروض الناس عاوزه تحس في الملعب ده يترجم بقى باللعب. ايوه انا عاوز يعني اشوف في الملعب، عاوز اشوف روح في الملعب. انا لو شفت روح في الملعب وعملت مباراه كبيره وتعادلت مع خلي بالك الناس هتسقفك طبعا، انت عملت اللي عليك. لكن لما بصت الناس وشفتي حاله عدم التركيز في اخر، يعني حتى لما انت تعادلتي بضربه الجزاء كان عندك وقت انك انت لو عندك الاصرار والرغبه انك انت ممكن تعمل مفاجاه. هي دي قدر المنتخبات الكبيره، يعني الناس عندك ايه، عندك ناس تعرف تخلص خلاص فقت. لكن المساله مش عاوزين تخلي مباراه موزمبيق بعد كل الكلام ده ان هي تتاثر علينا، تتاثر علينا انها تدينا دفعه ان انا لازم ابين قدراتي قدام منتخب غانا. منتخب غانا منتخب كبير لتاريخ ولتاريخ معانا واحنا عندنا تفوق عليه في المواجهات، وانا شايف انه فرصتنا افضل من منتخب غانا في مباراه يوم الخميس، بشرط الاصرار والروح واللعب على كل كوره والقتال واستغلال كل الفرص وتقليل الاخطاء وتفاصيل صغيره بيقولوها المدربين بتفصل ما بين لاعب ما بين تكتيك ما بين مدرب محفظ لعبته حاجه ما بين عنده هدف. قبل ده كله طبعا بيكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو كل حاجه في قبل اي حاجه في الدنيا. ده ربنا هيوفقك بايه؟ انك انت تبذل اللي عليك وتأدي المطلوب منك في المباراه وسيب التوفيق، لو ليك نصيب هتكمل، مالكش نصيب خلاص انت عملت اللي عليك هتعمل ايه يعني. طيب هنرجع تاني للمباراه وبرضو عايزين نعرف اكتر عن منتخب غانا وبيشتغلوا على ايه وبيركزوا على ايه والجانب الضعيف فيها المنتخب، كل ده هنرجع له، بس عشان برضو الحديث بالحديث يعني زي ما بتقال يذكر، عايز اروح معاك للجزائر وانجولا. لان الجزائر وانجولا ينطبق عليها شويه سيناريو قريب من اللي حصل معانا ومع موزمبيق. يعني الجزائر برضو كانت مسيطرة إلى حد كبير، الجزائر البعض كان متوقع أو معظم الناس كانت متوقعة أن الجزائر هي اللي هتفوز، لكن ما حدث برضو كان غريب. عشان كده احنا بنقول بطولة حقيقي لا يعني فيها متعة، مفاجآت بس ممتعة بالمناسبة يعني طبعًا. ما نقدرش نقول لحظة تعاطف الجمهور مع الفرق مع المنتخبات الصغيرة، يعني صوت الجمهور من المدرجات اللي جاي رغم أنه الإقبال الجماهيري مش بالحجم المطلوب. حتى النهارده اللجنه المنظمه عملت يعني بيان بتصدر بتتكلم فيه عن غياب الجماهير وانه التذاكر اشتريتها شركات عشان تعمل عليها مضاربه في كوت ديفوار، فقال لك هنطرح حاجه جديده وهنسال الشركات دي ودت التذاكر فين؟ مدرجات فاضيه ايه؟ لان مثلا حتى في المباراه الافتتاحيه كان المفروض ساعه الملعب 60,000 اللي حضروا 38 او 39,000 فقط، الباقي راح فين؟ فايه في كلام حوالين الحدوته وهم ملاحظين، الجمهور حتى اللي بيتواجد تجري ينحاز يعني تعاطفا مع المنتخبات الصغيره ضد الكبيره، ربما هدفه هو اسقاط هذه المنتخبات حتى يفسح المجال لمنتخب بلاده كوت ديفوار يعني لكذا، او انه تضامنا مع المنتخبات الصغيره بايه؟ بهدف. انت بتكلمي على منتخب الجزائر وانجولا، اهو ماتش امبارح ده رفع سعر ما بيقولوا له 5 مليون دولار. انا سمعت النهارده الحاج محمد صالحي طلب 5 مليون دولار، قال لك في انديه من تركيا مهتميه ومش هنتنازل عن هذا الرقم. طبعا منتخب الجزائر تلاقي الاتحاد فرحان. انا بكلم منتخب الجزائر طبعا يعني رغم انه ادى مباراه كان المفروض يحسمها برضه يعني ماشي بالزبط. في البدايه الا انه ترك المسائل لحسابات لمجريات المباراه حتى تفاجأ بضربه جزاء انهت ايه؟ انهت حتى ايه الانطلاقه القويه. صحيح يعني المساله انك انت ايه تركزي على الهدف بتاعك ده ينساق ويقول ورا الكلام اللي احنا بنقوله انه هناك في وقفه من المنتخبات الصغيره ضد المنتخبات الكبار، قلنا انقلاب الصغار على الكبار، خلاص لم يعد هناك للكبار مجال، هل الكبار
سينتفضون في المرحلة الثانية ويرفضوا اللي بيحصل ده، ولا ستستمر الصحوة من جانب الصغار ويكون في مفاجآت في إخراج منتخبات كبيرة وظهور أبطال جدد على الساحة؟ هذا بالزبط. الأمر هتكشف عنه الأيام. لكن منتخب الجزائر منتخب الجزائر لما بنيجي نتكلم بنقول برضو نفس المصطلح اللي هو خساره الجزائر، مع ان هم تعادلوا بس برضو ده بالنسبه لنا خساره. تعادل بطبع من الهزيمه. انا بقول خساره، يعني حتى اوقات لما نيجي نتكلم عن مصر وموزمبيق نقول خساره مصر، هي ما خسرتش بس هي تعادلت. هي التعادل ده بالنسبه لنا بصراحه يعني بكل ما حدث وبكل الكواليس، لا هي خساره، هي بس فعلا. بص خلي بالك انجولا ومع الجزائر، خلي بالك تاريخ يعني انجولا، يعني الجزائر قعدت فتره ما بتعرفش تكسب انجولا، هي ده استمرار لنفس اعتقد 9 لقاءات او 5 لقاءات. بس الجزائر تطورت جدا، ما ده اللي احنا بنقوله. الجزائر بصي هو يعني امان بالماضي غير جزء جانب كبير جدا طبعا من المنتخب طبعا بعد الاخفاق في الوصول لكاس العالم والجمهور. هذه البطوله هي الاخيره على ما اعتقد، والفرصه الاخيره جمال بالماضي. هل يستعيد بريق المنتخب الجزائري ويستفيق زي ما بنقول على فيتوريا بنفس الوضع؟ بس جمال الماضي خد بطوله في القاهره 2019 وعمل بطوله تاريخيه للجزائر ما حصلتش يعني بامانه شديده، ولعب المباراه النهائيه مع السنغال وكسبوها. فاللي انا عايز اقوله انه 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 الكوره خلاص يا جماعه، يعني بقى رقم واحد فيها الروح، الروح في الملعب، القتال على كل حاجه، يعني اليقظه وشوفي وبصي مثلا امبارح على منتخب غينيا قدام منتخب الكاميرون، منتخب ما فيش تاريخ ومنتخب بطل 5 مرات، شوفي اداء في الشوط الاول، ولولا حاله الطرد اللي تعرض لها منتخب غينيا كانت هتحصل مفاجاه. شوفي التطور المستوى اللعيبه الفني، وشوفي الاحتراف عامل ايه، شوفي النقله في مستويات اللاعبين متطوره ازاي، شوفي الطموح والثقه، شوفي الجمهور منفعل كان متفاعل ازاي في الملعب. فاللي انا عاوز اقوله لك انك انت عليك انك تاخدي من موقف موزمبيق وتكملي ويظهر الوجه الحقيقي للفراعنة ليلة مساء الخميس في تقديم واحدة من أهم مباريات. غانا لعبناها قبل كده أعتقد في الجابون في 2017 وكسبناها، رغم أنه كان منتخب غانا وقتها أشرس وأقوى. أنا شايف منتخب غانا مع كامل احترامي لي والأخوين أيوب وباقي النجوم الموجودين طبعا هيلعبوا مباراة شرسة قدام منتخب مصر، لأنه برضو الفوز على مصر زي ما بيقول لك مش بيساوي بطولة، مش بيساوي 3 نقاط ولا لا، برضه في حد ذاته بيعمل لك رد فعل اعلامي وجماهيري كبير جدا. وانت لما تكسبي غانا هتعملي رد فعل كبير جدا وثقه، ورسائل اللي جايين اللي حصل قبل كده شيء واللي جاي يا جماعه شيء اخر. فالامر بيدك، الامر بايدينا، اذا كنا نريد ان نذهب بعيدا في البطوله علينا ان نتجاوز عقبه منتخب غانا مساء الخير. وكان علينا حاجات كتير ولسه علينا حاجات كتير، بس هل غانا من وجهه نظر حضرتك والماتش القادم بالنسبه لها، يعني البعض اطلق عليه قاتل يا مقتول، خلاص ما عنديش حاجه اخسرها، انا لازم افوز على مصر كغانا. هل هم من وجهه نظرك هينزلوا المباراه بيلعبوا بطريقه دفاعيه ولا بطريقه هجوميه بحته زي ما البعض متوقع؟ انا اتوقع ان هم هيبقوا بيهاجموا، عايزين يخلصوا من اول دقائق، عايزين يحسموا المباراه، عايزين برضو يمكن يشتغلوا على الجانب البدني والاجهاد لمنتخب مصر كتير. انا سمعت برضو تحليلات بهذا الشكل، هل ده كله وارد؟ وعلى الصعيد الثاني انا كمنتخب مصر برضو المفروض اعمل ايه؟ لا طبعا هم هيبقى عندهم، هم على فكره الضغوط هتبقى عليهم اكتر. انت ده في جوابتك نقطه. وانا فاهمه عشان كده الضغوط دي هتترجم يعني حماس زائد. انت لازم يكون عندك شغل فني في المباراه، يعني يا اما تبغيتهم بهدف مبكر بالظبط وتخليهم خلاص تسيبهم بصدمه وان هم يتحولوا كلهم بقى هجومين عليك، يا اما هم يفاجئوك بهدف وفي الحاله دي هيضغطوا عليك انت ويحطوك تحت ضغط، وانت بقى هتشوف بقى قدرات بقى الفريق البطل اللي هو يعرف يرجع في المباراه ولا ما يرجعش. يعني ايه انت قدرت التوفيق ربنا كان حليفك انك رجعت بضربه جزاء صحيحه 100%، خلاص في مباراه موزمبيق، مباراه غانا عليك الا تستقبل اهداف مبكرا حتى لا تضع نفسك تحت ضغط. طبعا هم هيكونوا حريصين جدا، هم طبعا كلامهم عارفين قدرات منتخب مصر وعارفين شكله، من التصريحات بتقول لك عن المنتخب المصري في عناصر جيده وعنده انتاج كبير جدا وفي شغل، مباراه لن تكون سهله على المنتخبين. لكن المنتخب الاقل اخطاء
والاكثر استفاده من الفرص هو هيكون المنتخب الاقرب للحظ الاقل اخطاء والاكثر استفاده من الفرص واللي كان قايم بفتره اعداد مختلفه وناجحه. اه طبعا. فعشان ده او عشان النقطه دي انا هرجع مع حضرتك تاني لفتره الاعداد بتاعنا وروي فيتوريا والاختيارات بتاعته الخاصه بالمعسكر والوديات. بتشوف الفتره دي ما قبل البطوله كانت، خليني اقول لك مثلا اسهلها، كام من 10؟ يعني انت انا برضو قياسي للمباريات الوديه بيبقى مختلف عن المباريات الرسميه. يعني هو لعبنا ليه مع تنزانيا اخر مباراه؟ لما سالت سؤال لاحد المصريين قال لك تنزانيا هي ايه؟ هي موزمبيق. طيب لعبت كويس قدام تنزانيا؟ لعبنا كويس قدام تنزانيا هنا في المباراه الوديه؟ الناس كانت زعلانه من الاداء وحاله الروح والصوره يمكن تكررت او الصوره تكررت بنفس الشيء. رغم انك انت بداتي وخطفتي هدف لكنك انت ما عرفتش تكمل، دي مشكله غريبه جدا. يعني نفسك تخش في دماغ كل واحد ايه اللي إيه ده اللي بقى إيه؟ لا بس هي حاجه على فكره بتتوارث يعني جيل ورا جيل، يعني غريبة اللي يعني هو انا بيصعب عليا ان انا افوز بسهوله، بيصعب عليا ان انا حاجات سهله انجزها، لازم يعني لازم يبقى في تحس كده، لازم احنا ضربكم يعني مثلا عشان تحسوا بطعم البطوله يعني لازم يبقى في تعقيد. يعني ليه ما بسهلهاش على نفسي طالما هي سهله؟ احنا جايين احنا دلوقتي عاوز اقول لك على حاجه، مع كامل احترامي لكل التصنيفات والكلام الكبير، ولعبنا 14 مباراه كسبنا 15 ولعبنا 16، انا عاوز الشغل على ايه؟ ها؟ انا شغل على ايه؟ انا شغل على الارض. ده بدايه التحدي لفيتوريا. يعني ايوه، ما هو الشغل على الارض بيبدا من وقت الاعداد. بص، بدانا كتصفيات كاس العالم. كويس. خلاص لعبنا جيبوتي. اعتقد ولعبنا ماتش تاني بس انا مش فاكره. انا برضو مش فاكره الحقيقه، بس فاكره جيبوتي. خلاص لسه بقت لما تصطدمي بمين؟ بغينيا اللي لعبت امبارح قدام الكاميرون، ولسه بوركينا فاسو. خلاص يعني غينيا هي معاكي ولسه بوركينا فاسو. من حظك الكويس يمكن الاثنين دول هيلعبوا مباراتهم في المغرب على ما اعتقد، بيلعبوا مباراتهم على ملعبهم بيلعبوا في المغرب. الناس دلوقتي قالت لك ايه قضيتها؟ انت لعبت 14 ولعبت 100 مباراه ودي جينا في الرسمي. لا، وتقييمك للمنتخبات اللي انت لعبت معاها ودي، ما تاخد يعني خلينا خطوه خطوه. ايه هي المستويات اللي انت لعبت معاها؟ ما هي دي ثالث ورابع صح؟ لعبت مباراه لعبت مباراه مميزه مثلا مع منتخب بلجيكا، ما حدش اختلف الناس انبهرت. لعبنا مباراه مع منتخب الجزائر، دي اقدر اقول عليها ايه؟ اختيار موفق. مباراه مع منتخب زامبيا عانينا عشان نجيب جول، عانينا عشان نجيب جول. ما هدي طب ايه؟ انا عندي سؤال، ما انا بسالك لحضرتك. انا بسالك، انا بقيم مدير فني على ايه؟ عاوز اشوف حاجه في الملعب يا سيدي يا حبيبي. انا كمشجع وكمتابع عاوز اشوف حاجه في الملعب، عاوز اشوف جمله واحده اتعملت في المباراه على مدار الشوطين، اشوف حاجه اتعملت في تكتيك في تحرك. مع الناس بتبقى شايفه، يعني الناس كانت بتتكلم على مدرب يقول لك شوف عمل ايه، شوف دفع مبين وعمل ايه، شوف نزل ايه. مباراه زي كده لا، انت يعني الناس كلها اتكلمت على التشكيل، وصلاح كان بيلعب فين، وصلاح لازم يجي بوشه ويحط انت محتاج. كان في عدد، ده انا احط صلاح يعني، انا احط ده، انا هقول لصلاح يا صلاح بترتاح فينا ملح خلاص، وبعد كده احط المنتخب. لكن انا دلوقتي السيئة انا بكلم، لا والله انا اتكلم على صلاح. انا دلوقتي اهم حاجه عندي مين؟ واللي يخفي على دور صلاح يبقى راجل مش شايف. صلاح اهم لاعب في الفريق، وعلى فكره صلاح عنده قدره يوصلك للجول. خلاص نضج بالصوره كبيره جدا، وشايفين اداؤه مع ليفربول عامل ازاي. انا صلاح يعني صلاح ما يلعبش في مكانه وناس تانيه بتلعب في اماكنها ومش عارفه، ما ينفعش. ما فيش وقت دلوقتي للتاليف. انت بتبقى طيب. يبقى محتاج، انت في المباريات اللي زي دي بتبقى محتاج اللعيب، في لعيب يقوم لك بثلاث ادوار في الملعب. خلاص ما عادش في لعيب ايه باك رايت يبقى باك رايت، لا ده انا محتاج لعيب باك رايت وينج ويلعب كمان ديفندر ويلعب كمان مساك. احنا ما عندناش الرفاهيه في الوقت كمان. لا لا طيب لا. انا عايز اسالك سؤال، لان ده برضو هرجع اقول تاني، هي نقطه متكرره مع اختلاف الاسماء ولكن الموقف واحد. ليه انا كمدير فني لمنتخب مصر مع اختلاف الاسماء دايما لما بعمل الفتره بتاعه الاعداد والمعسكر انا ما بختارش فرق او منتخبات فيها تنافسيه او ممكن تكون فنيا اعلى مني كمان؟ دايما بختار يا مستوايا يا اقل. وهل ده صح ولا غلط اصلا؟ يعني عايزين نفهم الحقيقه. ما دي برضو حضرتك برضو بترجع لاتحاد الكوره. انت ممكن تروح تطلب تلعب مع منتخبات اللي هي المستوى يعني الاول في افريقيا، تطلب منك فلوس. يعني دلوقتي لو حبيتي تلعبي مثلا، طلبت تلعبي مع منتخب الكاميرون عشان يجيلك، او منتخب غانا،
او منتخب نيجيريا او منتخب الجزائر او منتخب المغرب او منتخب تونس، انت عشان تطلبي معانا الكلام ده يا اما في علاقات وتعرفي تنظمي كاتحاد كوره، يا اما هو الراجل مش عاوز يخش في الحدوته من البدايه. لكن من الصالح انك انت بتبداي بنوع من ايه؟ لما العب حتى مع المستوى الثاني والثالث ماشي مقبول، لكن مطالب ان انا مع فتره العب مع المستوى الاول عشان اشوف انا واقف فين؟ يعني ايه؟ وانا هو الهدف في المباريات البدية ايه؟ بجرب حاجه في دماغي كمدير فني، بوقف بثبت تشكيلي، بشوف جمل انا بحفظها اللعيبه في التدريبات بشوفها بيقدروا يعملوها في المباراه، الكلام ده كله بيبقى هدف، يبقى هدف للمباريات الودية انك انت بتوصلي عاوز اطمن على لعيب، عاوز اجرب حد في الباك رايت مكان فلان، حد في الباك ليفت اشوف مستواه عامل ازاي، بحط الكلام ده وبشوفه الوقفه، هنفع العب بديفندر واحد واثنين قدامه ولا باثنين ديفندر واحد قدامهم، ولا هلعب بباك رايت والباك ليفت، ولا هلعب بالطرف، ولا هشوف صلاح، طب انا صلاح شايف في الحته، طب انا عاوز اشوف في حته ثانيه، يعني عاوز اقول لك ايه؟ هنا دي يبقى هدف والله المباريات المفروض الودية. الامور دي كلها تكون المفروض ظهرت المفروض في فتره الاعداد يعني المفروض مع ال 14 مباراه اللي اتلعبوا في فترات السابقه حتى ما في المباريات الرسميه تصفيات كاس العالم، خلاص انت عارف تشكيلك ايه؟ اكيد ما عندناش شك في ده يعني، خلاص تشكيلك السابق لما بتحب تعمل بنقول ايه؟ بيبقى التغيير في حدود اضيق الحدود، بتحرك عنصر او عنصرين بالكتير قوي، خلاص انت حفظت عندك شكل، الناس نفسها زعلانه لحاجه، الناس زعلانه مش على النتيجه بس، زعلانه على الشكل في الملعب، الناس بتقول لك ما شفناش حاجه، يعني ما شفناش جمله اتعملت بالصوره تقول ان احنا عندنا، اتفرجي على منتخب السنغال امام جامبيا امبارح وشوف الاسطوات في الملعب عاملين ازاي. والله يا استاذ محمود الحديث ده او الموضوع ده لن ينتهي حاليا ابدا، لكن للاسف الوقت بيجري، وهستاذنك حضرتك تكون معانا واحنا بننتقل دلوقتي لزميلنا العزيز جدا محمد توفيق ويكلمنا عن كواليس تدريبات الفريق. توفيق صباح الهنا عليك طبعا في البدايه، وسامعينك انا استاذ محمود وكل الساده المشاهدين، تفضل. صباح الخير عليكم، يعني تحياتي ليك انا هواند استاذنا الكبير استاذ محمود صبري الناقد الرياضي بالاهرام يعني وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن على طول على قلم وساق فريق النادي الاهلي بيواصل تدريباته خلال فتره توقف الدوري، طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين منضم سواء لمنتخب مصر الاول او كمان المنتخب الاولمبي او كمان المنتخبات الافريقيه المختلفه. يمكن النهارده كمان هنشوف اثنين من اللاعبين الدوليين في مباريات مختلفه سواء اليو ديانج او كمان علي معلول وبيرسيتاو. يمكن النهارده التدريب قوي جدا كالعاده هنا في النادي الاهلي، يمكن تدريب صباحي لليوم الثالث على التوالي. طبعا التدريب بدا في البدايه بمحاضره المستر مارسيل كولر كان فيها مع اللاعبين داخل ارضيه الملعب عن الشكل اللي ينوي تطبيقه او شكل التدريبات خلال هذه الفتره، خاصه يا نهاوند طبعا زي ما قلنا في عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين مش موجود، ففي عدد 10 لاعبين من قطاعات الشباب في فريق النادي الاهلي موجودين في التدريبات. فطبعا مستر مارسيل كولر بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا علشان طبعا يكونوا داخلين جوه الفريق بشكل كبير جدا. التدريبات بدات بتدريبات بدنيه قويه جدا، ومن بعدها بعد التدريبات بالكره، وحالا دلوقتي وانا معاكم على الهواء موجود التقسيمه او اخر فقرات التدريب باذن الله رب العالمين. يمكن الفريق يعني هيحصل على راحه من التدريبات غدا، وبعد كده ان شاء الله يواصل تدريباته سواء يوم الخميس او الجمعه، وباذن الله رب العالمين يكون السفر يوم السبت المقبل باذن الله للمعسكر الخارجي. ان شاء الله المعسكر يؤتي بثماره، واللاعبين الموجودين هنا يكونوا وصلوا لحاله بدنيه وفنيه، لانها بمثابه زي ما بنتكلم كده فتره اعداد مصغره في فتره الشتاء، وباذن الله يرجع كمان لاعبي المنتخب الوطني يكونوا موجودين في اقرب فرصه باذن الله رب العالمين. باذن الله نتمنى لهم الحصول على البطوله والتتويج ببطوله افريقيا الساميه لتاريخ في تاريخ منتخب مصر، ومن ثم ان شاء الله الفريق بيبدا باذن الله رحلته الافريقيه والمحليه، وباذن الله يبدا تتويجه وبيوصل تتويجاته بالبطولات المختلفه. وطبعا في يعني سامعكم بتتكلموا عن المنتخب الوطني، فنتمنى ان شاء الله كمان الفتره الجايه المنتخب يكون اداؤه افضل، وباذن الله رب العالمين نحقق اللقب الثامن، وكل جماهير مصر تكون فرحانه وجماهير النادي الاهلي بالطبع باذن الله رب العالمين. والله نامل ذلك جدا يا توفيق باذن الله، واشكرك جدا جدا على هذه التغطيه الرائعه، شكرا ليك. استاذ محمود الوقت جري، بس يعني خلينا في النهايه نقول نتمنى فعلا الوضع يختلف، نتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر زي ما احنا نعرفه في السنوات الماضيه، ونتمنى الوضع يختلف ان شاء الله في اقرب منافسه وهي او تجربه وهي او تحدي خلينا نقول الخميس القادم باذن الله مع غانا. طبعا لا شك ان كل الناس عندها طموح وعندنا ثقه ان شاء الله ان احنا نقدر نرجع منتخب لينا تاريخ كبير جدا في افريقيا، وزي ما بيقولوا افريقيا تعرف امجاده، طبعا تعرف امجاده بس امجاده مش بالكلام، صحيح محتاج انه اللعيب محتاج انه فيتوريا يصحح من اخطائه، اللعيبه نفسهم محتاجين يقفوا مع نفسهم انه مباراه غانا يا جماعه مش مباراه يعني
اللي هترعبنا، لا احنا قادرين باذن الله تعالى وتوفيق ربنا ان احنا نكسب غانا، نكسب غانا بان احنا نركز في المباراه ونحترم المنافس ونحافظ على الوحده الجماعيه للفريق، نحافظ على الروح، نحافظ نلعب لغايه اخر دقيقه، ان احنا نكون بادئين بالتسجيل والاخذ بزمام الامور، وضع منتخب غانا تحت ضغط، ان شاء الله يكون التوفيق حليفنا، وان شاء الله منتخب مصر باذن الله تعالى تكون مباراه غانا هي الانطلاق نحو اللقب باذن الله. قراءه ممتعه يا استاذ محمود، بجد نورتني، بشكرك جدا وبشكر حضراتكم، اشكر حضراتكم على متابعتي، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.